إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وأخوه من الرضاعة من جهتين، رضعا مع بعض في أول مرضعة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثويبة مولاة أبي لهب. ثويبة مولاة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضعت حمزة، وأيضا رضعا مع بعض في حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله، وأبوه عبد المطلب. الاثنين عبد المطلب وولد عبد الله تزوجا في يوم واحد، وتزوجا ابنتي عم عبد الله، تزوج آمنة بنت وهب، وأبوه تزوج هالة بنت أهيب، وأهيب وهب أخوان، فتزوجا في يوم واحد وولدا، هذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم وذاك ولد حمزة. فلاحظوا القرابة من كم جهة، من جهة الأمهات، أمهاتهم بنات عم، ومن جهة الآباء فأبو النبي صلى الله عليه وسلم أخو منه، أخو حمزة، فهو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعاش حمزة حياة مليئة بالفروسية، وكان يقال عنه أنهد فتى في مكة، وكان جميلا صاحب شعر وفراسة، ومن شجعان العرب. طيب، قال المصنف: وفي السنة السادسة أسلم حمزة ابن عبد المطلب وعمر، وإسلام كان قريب بعض بيناتهم أيام، قيل 3 أيام فقط. قال ابن إسحاق: يعني ده السبب في إسلام حمزة. قال: مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، يعني جبل الصفا، فآذاه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت ما رد عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا. هذه الفتاة كانت مؤمنة، وكان عمر رضي الله عنه يعذبها، واشتراها أبو بكر الصديق وأعتقها، مولاة عبد الله بن جدعان. فكانت بتسمع ما يقول أبو جهل، وأقبل حمزة من القنص، القنص يا هو اللي بنسميه احنا القنص بتاعنا ده الصيد، يعني كان مشي بيصطاد الأسود، متوشحا قوسه، القوس ده بتاع السهام، وكان يسمى أعز قريش. فأخبرته مولاة ابن جدعان بما سمعت من أبي جهل، فغضب ودخل المسجد، وأبو جهل جالس في نادي قومه وهم بني مخزوم،
طيب حمزة هنا يعني ما كان مسلم في الوقت ده، بل ولا أسلم في الحدث، لكن أخذته الحمية لما أراد الله تعالى به من الكرامة. أحيانا أنت الحمية دي بتاخدك وبتبقى لك بخير. فدخل على أبي جهل فقال: يا مصفر أسته. والأست هو عجيزة الرجل، ومصفر الأست من الصفير، والصفير هو الصوت، يعني الرجل الذي يخرج أصواتا من أسته أي من عقبه. قال: تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه. الشج الضرب في الرأس، لما يضربوك في رأسك يسموها شجة، شجة موضحة. فثار رجال من بني مخزوم وثار بنو هاشم، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. طيب قبل كده كان مرت معانا الفائدة في الكلام ده، إنه أبو جهل أيوة ما كان مشكلته إنه غالبه يدافع، ما كان غالبه يدافع، وقومه أكثر من بني هاشم، ولكن أبو جهل يتعامل بذكاء، لأنه لو قام ودافع حيقوموا بنو هاشم كلهم بتعصبوا لحمزة، وحيسلم بنو هاشم، حيجيفوا مع الدين كلهم، فهو دايرهم يظلوا كما هم. وهذا من مكر الخبيث أبي جهل. لكن من الوقت ذاك قال: فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه، لأن حمزة كان شديد الشكيمة، كان رجل قوي جدا، حتى قال عنه أمية ابن خلف لما أسر، أسر عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، فقال له: من ذاك الرجل المعلم بريشة النعام في المعركة دمنه؟ قال: هذا حمزة. قال: فإنه كان يهد الناس هدا، أكثر الذين ماتوا في يوم بدر قتلهم حمزة. ولما أصابه وحشي بيحكي في القصة بتاعته، قال: فصرت أنظر إليه، فجاءه رجل يسمى ب ابن عبد العزة، اسمه سواد ابن عبد العزة، فناداه حمزة أول ما شافه شايل سيفه جاي عليه، قال له: تعال يا ابن مقطعة البزور. فهمتوا الكلمة دي؟ أم ختانة يعني. قال له: تعال يا ابن مقطعة البزور. قال: فضربه ضربة كأنه أخطأه زي الجلاو، بس قال: لقيت راسه في الأرض، لكن الضربة دي مشت كيف ذاته ما معروفة. رضي الله عنه وأرضاه. فعز النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بإسلام حمزة.